دكتور تيمور الحسيني، أستاذ جراحة العظام كلية الطب جامعة عين شمس. بكلمكم النهاردة بمناسبة المؤتمر الجمعية عاملاه بخصوص ظهور دواء جديد لعلاج هشاشة العظام. والمؤتمر هو توعية عامة للمرض هشاشة العظام ونوعية العلاج اللي ممكن تتاخد فيه. مرض هشاشة العظام مرض منتشر في مصر زي كل دول العالم، ومنتشر يعني منتشر بشكل كبير جدا. نقول رقم 200 مليون واحدة ست عندها هشاشة عظام في العالم، 200 مليون بيتعالجوا من هشاشة العظام. كل 3 ثواني في واحدة ست بيحصلها كسر نتيجة للعظام على في الدنيا كلها. كل 22 ثانية في واحدة ست بيحصلها كسر في العمود الفقري نتيجة لهشاشة العظام. وانا بركز على الكسور لانه الكسور هي الهدف الاساسي من تشخيص وعلاج هشاشة العظام. هشاشة العظام في حد ذاتها ما تهمناش قوي لو ما بيعملش كسر، انما هشاشة العظام المتقدمة بتؤدي الى الكسور، والكسور بتؤدي الى مشاكل كبيرة جدا، من بداية وجود الام مزمنة عند المريض الى وجود كسور كبيرة جدا زي كسور الحوض مثلا بتحتاج عملية مفصل، ومشاكل كبيرة جدا. المؤتمر بتاع النهاردة بيوعي المجتمع بنوعيات جراحة العظام، بنوعيات للأسف الهشاشة اللي موجودة. هشاشة العظام أساسا هي مرض بيصيب الستات بعد انقطاع الطمث، وبيصيب الناس الكبار قوي، ستات أو رجالة سنهم فوق 75 سنة، الكهولة يعني هشاشة الكهولة. بنوعي بانه دول النوعيات الاساسيه في هشاشه العظام، بنوضح ايه هو هشاشه العظام، ان هو مرض بينتج عن لخبطه في الاتزان ما بين عمليه البناء والهدم للنسيج العظمي، بحيث انه بيبقى فيه الهدم اكتر من البناء، وبالتالي على مرور الشهور والسنوات الكثافه والمعادن بتاعه العظام بتقل، والقوه الميكانيكيه بتاعه العظم بتقل، وده يؤدي لان هو يحصل كسور. وبنوعي الناس برضو لطرق التشخيص في هشاشة العظام وطرق العلاج. وبمناسبة طرق العلاج بنقول ان في ابحاث علمية وادوية بتطلع على التوالي، كل سنة سنتين بيطلع دواء جديد، واحنا النهاردة بصدد ظهور دواء جديد يتسجل في مصر يعني لعلاج هشاشة العظام في الستات كبار السن، اللي هو أكتر نوع من أنواع الهشاشة. وشكرا.